السلام على رسول الله. اليوم يقول جماعة في بحر كلاب النار وأبناء الشام أصيل داعش وعلى رأسهم البغل دالي. أنا بتفصيل الجهاد في بلاد الشام بطاعة الثوار الخلفي لمصلحة حزب الشيطان اللي بقية الشام ومن خلفه إيران. فهذا الأمر اتخذناه بجيش اليرموك عهد بإذن الله لن نبقي منهم أحد لأنهم